الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الثالث في هذه الدورة في شرح كتاب العمدة في الفقه، في هذا اليوم 24 من شهر ربيع الآخر من عام 1440 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى كتاب الوقف، والوقف شأنه عظيم، بل إنه كانت الحضارة الإسلامية في العصور الماضية تعتمد عليه اعتمادا كليا. كانت الأوقاف هي التي تقوم على جميع ما يحتاج إليه المجتمعات الإسلامية، سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة أو في مجال خدمات الطرق أو في أي مجال من المجالات. وكانت الدولة في ذلك، في تلك العصور، إنما تعنى فقط بحفظ الأمن الداخلي والخارجي والتقاضي بين الناس، وأما بقية الخدمات فإنها تعتمد على الأوقاف. وقد تفنن المسلمون في الأوقاف لدرجة أنه وجدت أوقاف لغسيل ثياب طلاب العلم، وأوقاف خصصت إذا انكسر الإناء من الرقيق، يأخذ واحدا منه ويعطي سيده مكانه حتى لا يعاقبه، وأوقاف تدر على من يعلم الناس، يبقى في المسجد يعلم الناس العلم الشرعي ويكون مكفي المعيشة. أوقاف للمعلمين وأوقاف للطلاب. وتفنن المسلمون في ذلك وكثرت الأوقاف. والوقف هو أنفس، والوقف هو أفضل ما وضعت فيه الأموال. قال عمر رضي الله عنه: أصبت مالا لم أصب في حياتي أنفس منه، فاستشرت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستشار مؤتمن، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف. ولو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. ولهذا قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. فكثرت الأوقاف في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين، ثم في عهد تابعيهم، ثم في العصور التي تلتها إلى وقتنا الحاضر. ولما بدأ الاستعمار، يسمى الاستعمار وهو الاحتلال يعني كثير من بلدان العالم الإسلامي، أول ما بدأوا به شل الأوقاف، فسهلت سيطرتهم على بلدان العالم الإسلامي في تلك الحقبة، لعلمهم بأن الأوقاف لها أثر كبير في بناء الحضارة الإسلامية وبناء المجتمعات الإسلامية. فما أحوج الأمة إلى أن تعيد للوقف دورة في المجتمعات الإسلامية. فالوقف له أثر كبير في التعليم، وله أثر كبير في تقديم الخدمات التي تحتاج إليها المجتمعات الإسلامية. وفي هذا الباب سنناقش أبرز مسائل الوقف. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب، قال: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
الوقف يقال وقف الشيء وقفا، وأما أوقف بالهمز فهذه لغة شاذة، لهذا الأفصح أن تقول وقف ولا تقول أوقف. ويقال حبس وأحبس الشيء وسبل. وفي بعض بلدان العالم الإسلامي مثل بلدان المغرب العربي يسمون الوقف الحبس والأوقاف بالأحباس، وفي بلدان أخرى يسمونها بالسبايل، فالوقف عندهم السبالة، كلها أسماء للوقف. فالوقف يقال له الأوقاف تسمى الأحباس، وكذلك أيضا الوقف يطلق على الأسبال أو السبالة، كلها أسماء وألقاب للوقف. أما تعريفه اصطلاحا قال المؤلف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، معنى ذلك أنه لا بد أن يوجد أصل، وهذا الأصل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فإن كان لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه لم يصح وقفه. وذلك كالعقار وأيضا الحيوان وكل شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يصح وقفه. تحبيس الأصل، معنى تحبيس الأصل هو أن يحبس هذا الأصل عن أن تنتقل ملكيته إلى أحد، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يبقى محبوسا أصله. وتسبيل الثمرة أي إطلاق غلة هذا الوقف فيما وقف فيه، فإذا قال هذا وقف مثلا على الفقراء فيصرف ريع هذا الوقف وثمرته وغلته على الفقراء، فالأصل إذن يحبس لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وأما الثمرة فإنها أو الغلة فإنها تنفق فيما وقفت فيه، هذا هو معنى الوقف. والوقف هو من أفضل القربات، وهو مما يبقى للإنسان بعد مماته ويجري له أجره بعد مماته ما دام ينتفع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قوله صدقة جارية، ما المراد بالصدقة الجارية؟ الجواب الوقف. طيب لماذا جعل الوقف صدقة جارية؟ يعني أنه يكون في سبل الخير ويجري ثوابه ما دامت تجري منفعته، منفعته تجري للمسلمين ويجري ثوابه للموقف. ولهذا فالوقف أجره عظيم، ما دام هذا الوقف ينتفع به فالأجر يجري لهذا الموقف حيا كان أو ميتا. والآن يعني هناك بعض الأوقاف لها مئات السنين وأصحابها في قبورهم وتدر عليهم حسنات، وهذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء، هذا من توفيق الله لبعض الناس أنه يوقف وقفا ويرتب نظارته ويبقى هذا الوقف مدة طويلة ينتفع به، فيستمر أجره وثوابه مدة طويلة لهذا الموقف. طيب إذا كان الوقف بهذه الدرجة من الأهمية وهذا الفضل، وأيضا إذا كان المسلمون قد تسابقوا في العصور الماضية على الوقف، فأين أوقاف المسلمين اليوم؟ أين أوقاف المسلمين اليوم؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ ضاعت. لماذا ضاعت كثير من أوقاف المسلمين؟ لا يعني عندنا مثلا هنا المملكة ما أتى استعمرها. نعم، أبرز سبب من أسباب ضياع الأوقاف
إهمال النظار، يعني القائمون على نظارة الوقف ورعايته والقيام بشؤونه. فتجد أن الناظر للوقف ربما الناظر الأول يكون مهتماً، الذي بعد أقل، الذي بعد أقل، ثم يضيع الوقف أو يتعدى عليه من يتعدى. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يوقف وقفاً أن يحسن ترتيب نظارة الوقف، والأحسن أن يجعل للناظر أجرة، فيقول مثلاً الناظر لهذا الوقف له 5% من غلة هذا الوقف، حتى يتشجع، لأنه إذا جعل النظارة مبنية على الاحتساب فقد لا يهتم الناظر، وقد لا يجد أيضا من يدافع عنه هذا الوقف. إذا أتى أحد واعتدى عليه لا قد لا يجد من يدافع عنه، لكن إذا كان هناك ناظر وله أجرة ستجد أنه يحرص على تنميته وعلى الدفاع عنه واعتدى عليه أحد. فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينبه لها من أراد أن يوقف، وهو أن يرتب نظارة الوقف ويجعل للناظر أجرة. ومن أحسن الأوقاف في وقتنا الحاضر التي تبقى مددا طويلة ويستمر نفعها المؤسسات الوقفية. المؤسسات الوقفية فيها خير كثير، فهذه المؤسسات تكون مبنية على أصول وقفية، ويكون لها مجلس نظار، ويكون لها إدارة تنفيذية، ويكون لها نظام تسير عليه، ولا ترتبط بالشخص الموقف، فتسير هذه المؤسسة على هذا النظام سواء كان الموقف حياً أو ميتاً. فهذه من أبرز يعني الصور في الوقت الحاضر للأوقاف، وهي المؤسسات الوقفية. طيب، نضع السؤال الأول في هذا الدرس: ما أول وقف في الإسلام؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ أول وقف في الإسلام، تفضل. قف وقف عمر رضي الله عنه. أحسنت، تفضل. أول وقف في الإسلام هو وقف عمر رضي الله عنه لما أصاب مالا بخيبر، وأنفس مال أصابه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بالوقف. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز في كل عين يجوز بيعها. هذه قاعدة فيما يصح فيه الوقف، يصح الوقف في كل ما يجوز بيعه، فما جاز بيعه صح وقفه، وما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه. وذلك لأن الوقف نقل للملك، فلا بد أن يكون فيما يصح بيعه، لا بد أن يكون فيما يصح بيعه. قال: وينتفع به، يعني يشترط في العين التي يصح وقفها أن يكون مما ينتفع بها دائما مع بقاء عينها، فيكون لها نفع ويكون لها أصل وعين، فينتفع بها مع بقاء عينها. ومثل المؤلف لهذا بأمثلة، قال: كالمزارع والبيوت ونحوها، أي في الأصول التي ينتفع بها مع بقاء عينها. ولا يصح في غير ذلك، يعني مما لا ينتفع به إلا بإتلافه أو ذهاب عينه. ومثل المؤلف لهذا قال: مثل الأثمان، والأثمان هي الذهب والفضة ونحوها كالأوراق النقدية، والمطعومات كالبر والأرز والشعير، فهذه لا يصح وقفها. يقال شخص: أنا أريد أن أوقف هذا الأرز، نقول: تصدق به، لا داعي للوقف، لأنه سيذهب بأكله، والوقف لا بد أن يكون مما يبقى أصله وينتفع بغلته. والمطعومات أيضا، سائر المطعومات كالتمر ونحوها، هذه
لا يصح وقفها، والرياحين أيضا هذه لا يصح وقفها، لأن هذه الأشياء كلها لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها. لكن وقف النقود، وقف النقود على كلام المؤلف هل يصح أو لا يصح؟ نعم، على كلام المؤلف لا يصح، وهذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء، فقال بعضهم إنه لا يصح وقف النقود قياساً على ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإذهابه، والقول الثاني أنه يصح وقف النقود ويكون لها أصل ولها غلة، وهذا هو القول الراجح أنه يصح وقف النقود، وقد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم. فيمكن لشخص أن يقول هذه 100,000 جعلتها وقفاً لإقراض الفقراء والمساكين، فهذا يقترض ويرد القرض، وهذا يقترض ويرد القرض، وهذا يقترض ويرد القرض، فيصح أن تكون وقفاً. أو يقول جعلت هذه 100,000 وقفاً وتستثمر ويصرف، تصرف غلتها وريعها على الفقراء والمساكين، أو تصرف غلتها على طلاب العلم، أو تصرف غلتها في كذا، في أي وجه من وجوه البر. ويمكن أن تؤسس جمعيات إقراض أو جمعيات إعانة الراغبين في الزواج أو نحو ذلك، وتكون من هذه المسألة من وقف النقود، من وقف النقود. فالقول الراجح إذن أنه يصح وقف النقود، ولا مانع يمنع من هذا، خاصة على القول الراجح بأن النقود لا تتعين بالتعيين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح يعني الوقف إلا على بر أو معروف، وهذا أيضا شرط آخر من شروط صحة الوقف، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول أن يكون في عين يجوز بيعها، والشرط الثاني أن يكون فيما ينتفع به مع بقاء عينه، الشرط الثالث أن يكون على جهة بر، فإن كان على جهة معصية لم يصح. فلو كان الوقف على الأضرحة والقبور التي يطاف عليها ويدعى أصحابها المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هل هذا يصح؟ لا يصح. وهذه القبور التي يطاف عليها ويدعى من في القبور ويسألون قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، يقع هؤلاء في الشرك الأكبر، لأنهم هؤلاء الذين يطوفون بالقبور يقولون هذه قبور أناس صالحين، فنريد أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل في قضاء حاجاتنا وتفريج كرباتنا. ما الفرق بين حالهم وحال المشركين الأوائل الذين جعلهم أصناما وقالوا هذه أصنام وناس صالحين ونريد أن تشفع لنا عند الله؟ لا فرق، لا فرق. هؤلاء جعلوا أصناما تشفع لهم عند الله، وهؤلاء جعلوا قبورا وأضرحة تشفع لهم عند الله، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل كان المشركون الأوائل ينكرون وجود الله؟ لا أبدا، كانوا يعتقدون أن الله الخالق الرازق المدبر للكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا ما هو الانحراف عندهم؟ الانحراف هو انحراف العقيدة، جعلوا أصناما قالوا هذه الأصنام أصنام أناس صالحين نريد أن تكون واسطة تشفع لنا عند الله. نظير هذا ما هو موجود الآن في بعض بلدان العالم الإسلامي، جعلوا قبورا وأضرحة ويأتون لأصحاب القبور ويقولون هذه قبور أناس صالحين نريد أن تشفع لنا عند الله. هذا هو الشرك الأكبر،
الذي هو أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أعظم ذنب الشرك، والشرك من وقع في الشرك حرم الله عليه الجنة وهو في النار أبد الأبد، نسأل الله السلامة والعافية. أما من مات على التوحيد فمآله للجنة، حتى لو دخل النار يخرج منها برحمة أرحم الراحمين. فانظر إلى فضل التوحيد، وانظر إلى خطر الشرك. ولذلك أيها الإخوة موجودون الآن في هذه الحلقة في المسجد الحرام من بلاد شتى، عليكم مسؤولية في أن تنصحوا هؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويدعون أصحاب القبور من دون الله عز وجل، وأن تبينوا لهم الحق في ذلك، وأن تنكروا على هؤلاء الذين يطلبون من أصحاب القبور المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وأن جرمهم عظيم وذنبهم كبير. هذا أعظم الذنوب، لا يرضى الله بذلك ولا يرضى به رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الشرك لظلم عظيم، هذا هو نظير شرك المشركين الأوائل. والإنكار يعني عند المسلمين ضعيف، وإلا هؤلاء الذين يطوفون بالقبور أين بقية إخوانهم المسلمين من الإنكار عليهم وتبيين وجه الحق لهم، وأن هذا الذنب ذنب شنيع عظيم فظيع وأعظم الذنوب. فاحرصوا رحمكم الله ووفقنا الله وإياكم، احرصوا على التوحيد وعلى صفاء العقيدة وعلى الحذر والتحذير من الشرك ومن البدع والخرافات. إذن نعود لدرسنا. من شروط صحة الوقف أن يكون على جهة بر، فإن كان على جهة معصية لم يصح الوقف. قال: على بر أو معروف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة وقف عمر، قال: مثل ما روي عن عمر. قول المؤلف ما روي، هذا يعني تسامح من المؤلف العبارة، وإلا الحديث في الصحيحين. إذا قيل روي فهذه صيغة تضعيف، ولو أن المؤلف قال كما ثبت أو ما جاء في الصحيحين لكان أجود. عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وهذا الحديث متفق عليه. وقوله غير متمول فيه يعني غير متخذ أصلا أو مالا أو جامع لمال. فعمر رضي الله عنه لما أصاب أنفس مال في حياته استشار النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بالوقف. ثم إن عمر جعل مصارف الوقف في هذه المصارف: الفقراء وفي القربى والرقاب في سبيل الله ابن السبيل الضيف، وكان هو الناظر على هذا الوقف في حياته، وجعل الناظر عليه بعد وفاته. هذا السؤال الثاني في الدرس: الناظر على وقف عمر بعد وفاته من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، تفضل تفضل. أنت الأخ، أنت إيه؟ لا الأخ، من سحبت؟ طيب تفضل. نعم تفضل. أنت اللي رفع يده أنت. نعم، حفصة، أحسنت. طيب، جعل الناظر على وقفه حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكان هذا من أعظم الأوقاف وهو أول وقف في الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. انتقل المؤلف للكلام عن صيغة الوقف، وصيغة الوقف تنقسم إلى صيغة قولية وصيغة فعلية. أما الصيغة القولية كأن يقول: وقفت هذا الشيء، أو سبلت هذا الشيء، أو حبست هذا الشيء، وهي تنقسم إلى صريح وكناية. والألفاظ الصريحة فيه هي الوقف،
والحبس والتسبيل، الوقف والحبس والتسبيل. والكناية ما يمكن أن يراد به الوقف ويراد به غيره، كان يقول تصدقت بهذا الشيء صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ونحو ذلك. إذا قال وقفت هذا الشيء انتقلت ملكيته منه لله عز وجل. هل يملك التراجع عنه؟ لا يملك. وهذا أحد وجوه الفرق بين الوقف والوصية، فالوقف يلزم بمجرد انعقاده، أما الوصية متى تلزم؟ بالموت. ولذلك لو قال أوصيت في كذا وكذا هل يجوز له أن يتراجع؟ نعم يجوز له أن يتراجع، ويجوز أن يلغي الوصية، يجوز أن يزيد فيها، أن ينقص منها، أن يعدلها، أن يبدلها، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت، بخلاف الوقف فإن الوقف يلزم في الحال، ويخرج ملكية هذا الشيء من ملكه لله عز وجل. وأما الصيغة الفعلية مثل لها المؤلف بأمثلة، قال مثل أن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه. من بنى مسجداً ثم أذن للناس بالصلاة فيه فقد وقف هذا المسجد لله تعالى، ولو لم يقل هذا المسجد وقف. أو سقاية ويشرعها للناس، سقاية يعني المكان الذي يأتي الناس إليه ويتوضؤون منه ويشربون منه، كان الناس قديماً يجعلونها، في الوقت الحاضر تغيرت الأمور، أصبح مكانها دورات المياه والبرادات ونحو ذلك. فلو جعل برادة مياه وأذن للناس بالشرب منها فهذا يعتبر وقف، هذا يعتبر وقفا. أو بنى مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها فهذا يعتبر أيضا وقفا. إذن الوقف ينعقد إما بصيغة قولية كأن يقول وقفت هذا الشيء، أو بصيغة فعلية مثل ما ذكرنا، يبني مسجد ويأذن للناس بالصلاة فيه، يضع مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها ونحو ذلك. طيب، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. الوقف من خصائصه أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لكن إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية جاز بيعه ويشترى بثمنه ما هو من جنسه ويوقف. مثال ذلك هذا عقار وأصبح لا ينتفع به، تعطلت منافعه فيباع هذا العقار ويشترى به عقار آخر ويصبح هذا العقار الآخر هو الوقف. ولكن إذا لم تتعطل منافعه فيه منفعة لكن الناظر يريد أن ينقل هذا الوقف إلى مكان آخر تكون غلة الوقف فيه أكثر، فهل يجوز أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز، والقول الثاني في المسألة أنه يجوز ويصح، وهذا هو القول الراجح أنه يصح نقل الوقف إلى ما هو أصلح. فلو كان مثلا هذا الوقف في عقار وهذا العقار غلته 5000، وإذا بيع هذا العقار واشتري به عقار في مكان آخر أصبحت غلته 10000، فهنا لا بأس ببيع الوقف الأول وينقل للوقف الثاني. ويدل لذلك أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص لما بلغه أن بيت المال بالكوفة قد نقب، يعني قد سرق، قال انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. فهنا نقل عمر رضي الله عنه، أمر بنقل المسجد الكوفة القديم إلى مكان جديد لأجل المصلحة. وأيضا مما استدل به لجواز ذلك ما جاء عند أبي داود بسند صحيح أن رجلة النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المسجد الحرام، فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك، يعني مكة،
أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صلها هنا، يعني في المسجد الحرام، فأعاد عليه قال صلها هنا، فأعاد عليه قال صلها هنا، فأعاد عليه قال شأنك إذن. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل إلى تغيير النذر إلى ما هو أصلح وأفضل، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، فإذا جاز ذلك في النذر جاز أيضا في الوقف، وعليه فيجوز نقل الوقف إلى ما هو أصلح، لكن ينبغي أن يكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي. قال والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو. الحبيس يعني المنقوف للجهاد، إذا لم يصلح بيع واشتري به ما يصلح، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به كما فعل عمر رضي الله عنه. فإذا نقل الوقف لما هو أصلح لا بأس به على القول الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى لفظ الوقف. انتقل المؤلف للكلام بعد ذلك عن شروط الوقف، عن الشروط في الوقف، وهذا يقودنا إلى سؤال ما الفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف؟ ما الفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف؟ نريد أحد ما سبق أن أجاب، تفضل. مثال. طيب مثال الشروط في الوقف. أين أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. نعم، هذا هو الفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف، مثل شروط البيع والشروط في البيع، شروط النكاح والشروط في النكاح. فشروط الوقف هي الشروط المشترطة لصحة الوقف التي تكلمنا عنها، ومنها مثلا يكون على جهة بر. الشروط في الوقف هي الشروط التي يضعها الواقف، فيشترط الواقف أن يكون هذا الوقف في كذا، وأن يفعل الناظر به كذا وكذا، كما شرط عمر، قال لا جنى على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول. فلو اشترط مثلا أن يكون هذا الوقف لأولاده الصلب دون الأحفاد، أو يكون لأولاده الصلب وأولاد الأولاد دون أولاد البنات، أو اشترط أن يكون لطلاب العلم، فهذا يسمى الشروط في الوقف. والشروط في الوقف الأصل أنها صحيحة إذا كانت على، إذا لم تكن في معصية ولم يترتب عليها محظور شرعي. يرجع في الشروط في الوقف إلى لفظ الوقف، وكذلك أيضا يرجع في مصرف الوقف وفي ترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى لفظ الواقف. ولذلك عند الاختلاف يرجع إلى صيغة الوقف وإلى لفظ الواقف. وينبغي لمن أراد أن يوقف وقفا أن يستشير أهل العلم في أفضل صيغة يحرر بها هذا الوقف، حتى لا يشكل أمره على الورثة من بعده. ولذلك استشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم في وقفه، قال وكذلك الناظر عليه والنفقة عليه، يعني ترجع إلى قول الواقف ولفظ الواقف، فالواقف هو الذي يحدد الناظر على هذا الوقف، وهو الذي يحدد النفقة على هذا الوقف. ثم فرع المؤلف على ذلك مسألة، قال فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية. لو قال هذا الوقف على ولد فلان، أو حتى قال هذا وقف على أولادي، فعند توزيع غلة الوقف عليهم هل يعطى الذكر ضعف الأنثى؟ لا، يعطى الذكر والأنثى سواء، إلا إذا قال الذكر له ضعف الأنثى،
انتبه لهذه المسألة. فعندما يوقف إنسان على أولاده أو حتى على ولد بني فلان فهنا يستوي الذكر والأنثى، الذكر والأنثى في هذا سواء. ولهذا قال كان للذكر والأنثى بالسوية، لأن هذا هو مقتضى هذا اللفظ، إلا أن يفضل بعضهم فيقول مثلا للذكر ضعف الأنثى، أو يقول مثلا لولده الفقير المحتاج أكثر أو المريض، أو مثلا يقول إن إذا كانت امرأة مطلقة أو مختلعة فلها كذا، أو يقول من أراد يتزوج من أولاده له كذا، فهنا يعمل بهذا التقييد. لكن يجب العدل بين الأولاد، فلا يجوز أن يكون الوقف على أولاد من أولاده ودون آخرين. لو قال هذا وقف على ولد فلان وفلان وله أولاد غيره فإن هذا لا يجوز، وهذا يسمى وقف الجنف. أو يوقف على أولاده من زوجة دون أولاده من الزوجة الأخرى، أو يوقف على الذكور دون الإناث، هذا كله لا يجوز، وهذا يسميه العلماء وقف الجنف. فلا بد من العدل بين الأولاد، ولا بد من العدل أيضا بين الزوجات لو كان له أكثر من زوجة. هل يجب العدل بين الإخوة؟ نعم نعم. طيب لا يجب العدل فقط بين الأولاد والزوجات، أما الإخوة لا يجب، والأعمام لا يجب، والخالات لا يجب، والأخوان لا يجب. فالعدل فقط بين الأولاد، وأيضا بين الزوجات فقط. لو أراد أن يخص أحد إخوته بشيء، بوقف أو بعطية أو بهبة ونحو ذلك، فلا بأس ولا مانع من هذا. قال فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين، يعني لو وقف على ولده أو وقف على ولد فلان ثم انقرضوا، فإن غلة الوقف تكون على المساكين، وهذا يسميه الفقهاء بالوقف المنقطع، الوقف المنقطع. وقد اختلف العلماء في مصرف الوقف المنقطع، فمنهم من قال إن مصرف الوقف المنقطع يرجع إلى غلة الواقف، إلى ورثة الواقف. الوقف المنقطع إذا وقف على جهة ثم انقطعت، أو على أشخاص ثم انقطعوا، أو زادت غلة الوقف، قال هذا وقف علي في أضاحي، وكانت غلة الوقف أكثر من أضاحي، فأين يصرف هذا المصرف الزائد أو هذه الغلة؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال إن هذا يرجع إلى ورثة الواقف، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه يصرف للفقراء والمساكين، وهذا القول الذي رجحه المؤلف في كتابه المغني، لأن مصرف الفقراء والمساكين هو مصرف مال الله عز وجل وحقوقه، وهو مصرف الكفارات، وهذا هو القول الراجح، أن مصرف الوقف المنقطع هو الفقراء والمساكين. فلو وقف على جهة وانقطعت فيصرف الفقراء والمساكين، لو وقف على شخص أو أشخاص أو جهة ثم وجد فائض في غلة الوقف فتذهب للفقراء والمساكين. قال ومتى كان الوقف على من يمكن حصره لزم استيعابهم به والتسوية بينهم. إذا كان الوقف على من يمكن حصرهم، كأن يكون على طلاب مدرسة مثلا، فهنا يجب استيعابه، أو طلاب حلقة من الحلق ونحو ذلك، فيجب استيعابهم جميعا، ويجب أيضا التسوية بينهم. فإذا كان عدد طلاب هذه المدرسة 100 وكان الوقف 1000، يعطى كل واحد 10، فإذا يلزم الاستيعاب ويلزم مع ذلك التسوية بينهم. قال التسوية بينهم
إذا لم يفضل بعضهم، يعني إذا لم يفضل الواقف بعضهم، أما إذا فضل بعضهم فيعمل بقوله. فلو قال الواقف مثلا إن المتزوج من طلاب هذه المدرسة يعطى ضعف غير المتزوج، أو الفقير يعطى أكثر، أو طالب العلم المجتهد يعطى أكثر، فيعمل بقوله، يعمل بقول الواقف في ذلك، ويلزم تنفيذ شرطه في هذا. وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض. لو قال هذا الوقف للفقراء والمساكين، هل يجب التسوية بين الفقراء والمساكين؟ لا يجب، وإنما الناظر لو قال هذا مثلا أشد فقرا لنعطيه أكثر، وهذا ليس بشديد الفقر فأعطيه أقل، وهذا أعتذر منه، فلا بأس بذلك. فإذا لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض، ويجوز تخصيص واحد منهم به، يعني في الحالة الثانية إن لم يمكن حصرهم يجوز تخصيص واحد منهم به. فلو قال هذا وقف للفقراء والمساكين، فله أن يعطي غلة هذا الوقف كلها لفقير واحد، لو رأى أن هذا الفقير أنه شديد الفقر وغلة الوقف ليست كثيرة، قال إذن أنا أعطي غلة الوقف هذه كلها هذا الفقير، فإن هذا لا بأس به. طيب، نحن ذكرنا بعض الفروق بين الوقف والوصية، قلنا من ضمن الفروق أن الوقف يلزم بمجرد الصيغة القولية أو الفعلية، والوصية لا تلزم إلا بالموت، هذا فرق. من يذكر لنا فرقا آخر بين الوصية والوقف؟ نعم، يرجع فيها. نعم، الوقف لا يصح الرجوع فيه، بين الوصية صح الرجوع فيها. طيب، نعم، أحسنت، هذا فرق آخر. أن من الفروق أن الوصية إنما تكون في الثلث، فلو زادت على الثلث لم تنفذ إلا برضا الورثة، أما الوقف فيصح ولو زاد على الثلث. هل يصح الوقف في المال كله؟ نعم يصح، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة نقول الوقف فيها حكم حكم الوصية، في أنه لا يجوز أن يزيد على الثلث. ما هي هذه الحالة؟ انتهت الجواز، لكن نعم تفضل. في حالة، أي نعم، إذا كان الوقف بعد الوفاة أو كان في مرض الموت، في مرض الموت المخوف، فالإنسان في مرض الموت المخوف كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، الإنسان في مرض الموت المخوف محجور عليه، لا يجوز له أن يتصرف في أكثر من الثلث. فلو أنه وقف أملاك كلها في مرض موت الموت المخوف لم يصح، لم ينفذ هذا الوقف إلا في حدود الثلث فقط. وهكذا لو جعل الوقف بعد الوفاة فيكون حكم حكم الوصية، فإنه لا ينفذ إلا في الثلث فقط. طيب، هناك فروق أخرى. نعم نعم، يجوز. نعم، الإنسان ما دام حيا وفي زمن الصحة هو حر في حلاله، حر في أملاكه، إن شاء تصدق بها أو تصدق بأكثرها أو وقفها، المهم أن يكون إنسانا رشيدا ليس سفيها. فإذا كان رشيدا فله أن يتصرف في أملاكه بما يريد. طيب، من يذكر لنا فروقا أخرى؟ نعم، لا لا، الوصية على حسب الموصي. نعم نعم، هذا ذكرنا، قلنا وصية بعد الموت، وأما الوقف فينفذ في الحال. نعم أحسنت، الوصية لا تكون لوارث، أما الوقف فيصح أن يكون لوارث، فلا يجوز أن يوصي لأولاده أو لأبيه أو لأمه أو لأي وارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، بينما الوقف يصح للورثة. فلو أنه وقف على أولاده صح مع أنهم ورثة، لو وقف على أبيه وأمه صح ذلك مع أنهم ورثة. فهذه من الأمور التي اختلفوا فيها الوقف عن الوصية، ولذلك ينبغي التنبه للفرق بين الوقف والوصية، لأن بعض العامة لا يدركون الفرق بينهما مع أن بينهما فروق في الأحكام. طيب، الوقف الأهلي والوقف الخيري، ما الفرق؟ هذه من المصطلحات المعاصرة، يقول وقف أهلي ووقف خيري، أو وقف ذري ووقف خيري، ما الفرق؟ نعم أحسنت. الوقف الخيري يكون للجهات الخيرية، يعني في وجوه البر، أما الوقف الأهلي فيكون للذرية أو الورثة أو نحوه، من الذرية، الذري من الذرية، الأهلي من الأهل. والوقف الأهلي قد يعني ألغي في بعض بلدان العالم الإسلامي، مع أنه من الناحية الفقهية يعتبر وقفا صحيحا إذا لم يتضمن جورا. فلو وقف على أولاده صح الوقف، وقف على زوجته صح الوقف. طيب، فإن قال قائل كيف نقول بصحة الوقف على الأولاد مع أن مالها أصلا سينتقل إليهم، فما الفائدة من الوقف على الأولاد؟ ما الفائدة من الوقف على الأولاد؟ نعم نعم نعم، مثلا يعرف هذا الأب أن أولاده عندهم سوء تدبير للمال، وعنده مزرعة أو عنده بيت ويريد أن لا يباع وإنما ينتفع به الجميع، فيجعله وقفا عليهم بحيث بعد موته لا يباع، يبقى وقفا، إما يؤجر وتقسم أجرته بينهم، أو أنهم يسكنون فيه، أو أن هذه المزرعة تبقى لهم، ففي مصلحة، في مصلحة. ومن الأمور الحسنة التي يفعلها بعض الناس أنه يجعل البيت مثلا الذي يسكنه وقفا على من يحتاج من عائلته، بحيث يكون هذا البيت بعد وفاته مركزا للعائلة، تسكن فيه أم أولاده، ويسكن فيه من يحتاج من البنات المطلقات مثلا، أو الأرامل، أو حتى المحتاج من البنين، ويقول إذا لم يحتاج له أحد فيؤجر ويكون ريعه مثلا للفقراء والمساكين. فهذا من الأمور الحسنة، بحيث يبقى هذا البيت مركزا لأسرته ولعائلته. وقد فعل هذا الزبير بن عوام رضي الله عنه، وقف دوره وجعل للمردودة يعني المطلقة من بناته أن تسكن فيه غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه. فقد يعني يجعل الإنسان عقارا له أو بيتا وقفا على أولاده، إما ليسكن فيه أو أن يؤجروه ويستفيدوا من ريعه ونحو ذلك. فينبغي للمسلم أن يعنى بترتيب الأمور بعد وفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، يكتب وصيته إذا كان عنده شيء يريد أن يوقفه يبادر بوقفه أو يبادر بكتابة الوصية. وأحيانا يكون عند الإنسان ثروة كبيرة لكنه لا يحسن إدارتها وترتيبها بعد وفاته، فيتنازع الورثة بعد مماته. ولو أنه وقف ما يشاء وجعله للورثة مثلا أو لبعضهم ممن يحتاج، وكتب وصيته، لكان قد أحسن لهؤلاء الورثة وأحسن لنفسه أيضا. لكن بعض الناس يؤتى من جهة التفريط ومن جهة طول الأمل، كأنه سيعمر في هذه الدنيا. فإذا الوقف هو أفضل ما تبذل فيه الأموال، فينبغي لمن أنعم الله عليه بالمال أن يبادر إلى أن يوقف شيئا من ماله، وأن يجعل ذلك فيما يعظم نفعه، وكلما كان النفع أعظم كان الأجر أكبر. طيب،
هل يجوز وقف المصحف؟ نعم، هو من أفضل الأوقاف، تأتي بمصحف وتجعله في المسجد تقول هذا وقف يقرأ فيه كل من دخل المسجد. هذا الوقف يمكن يعني كثير منا إن لم يكن جميعنا يستطيع أن يفعل هذا، خاصة في البلدان التي تقل فيها المصاحف، يشتري مصحفاً مثلاً ويوقفه في هذا المسجد أو مصاحف يوقفها في المسجد، فهذا نوع من الأوقاف العظيمة وأيضاً الميسورة. طيب، وقف طلاب العلم، وقف الكتب يصح؟ نعم، وإذا كان الوقف لكتب طلاب علم كان أيضاً أجره عظيماً، فيأتي بكتب ويوقفه على طلاب العلم. طيب، من يذكر لنا أمثلة أخرى للأوقاف؟ نعم نعم، لا من أوقاف المعاصرة الآن، من يذكر لنا أمثلة؟ نعم، الماء، إما أن يحفر بئراً في البلدان التي يعني يكون فيها حفر الآبار، هذا أيضاً من الأوقاف النافعة، أو أن يضع برادة مياه ويقول هذه البرادة وقف، هذا أيضاً وقف من الأوقاف النافعة. طيب، نريد أوقاف معاصرة أخرى. نعم نعم، كذلك وقف المستشفيات أو وقف ما حتى جزء منها، قد يكون وقف المستشفى يعني مبلغ كبير لكن وقف مركز فيها أو جزء منها، فهذا أيضا في وقف نافع. نعم وقف، نعم وقف المتون أيضا، الطرق، نعم المدارس أيضا، نعم كل ما يحتاج إليه المسلمون يصح وقفه، كل ما يحتاج إليه المسلمون يصح وقفه، وكل بحسب حاله، من وسع الله عليه يوقف بالأوقاف الكبيرة، ومن لم يعني من لم يكن ميسور الحال يوقف ولو شيئا يسيرا، ولو أن يوقف مصحفا في مسجد أو يوقف برادة مياه أو نحو ذلك. المهم أن المسلم ينبغي أن يحرص على الوقف، وينبغي أن نقتدي بالصحابة الذين كانوا يتسابقون على الأوقاف، كما قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وإن شاء الله تعالى في درس الغد يأتي الكلام عن الهبة والوصية، وأيضا يأتي مزيد إيضاح للفروق ما بين الوقف والوصية. لكن أقول الوقف هو من الآثار العظيمة التي تبقى للإنسان بعد مماته، والله تعالى يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أكمل الآية، وآثاره. يكتب للإنسان بعد مماته أمران: الأمر الأول ما قدمت يده من عمل صالح، من صلاة وصيام وزكاة وصدقات وأعمال صالحة قام بها. الأمر الثاني يكتب لها الآثار، فإن كانت الآثار حسنة كتبت له، ومن أعظم الآثار الحسنة الوقف، وإن كانت الآثار سيئة كتبت عليه، إن كان ابتدع بدعة وقلدها الناس فيها تكتب عليه هذه الآثار السيئة، يكون عليه ذنبها وذنب من عمل بهذه البدعة. وإذن الآثار إن كانت حسنة كتبت للإنسان، فاحرص يا أخي المسلم على أن تجعل لك بعد وفاتك آثارا حسنة في هذه الدنيا يكتب لك أجرها وثوابها، واجعل الوقف أن توقف شيئا في الحياة اجعله هما لك حتى تحققه، احرص على هذا، احرص عن تجعل لك وقفة في حياتك ولو شيء يسير. فيعني بعض الناس حتى لا يفكر أصلا أن يجعل له آثار، كأنه سيعمر في هذه الدنيا، عمر الإنسان في هذه الدنيا قصير، فاحرص يا أخي المسلم على أن تخلف آثارا حسنة لك بعد مماتك، ومن أعظم هذه الآثار الوقف، أن تجعل لك وقفا ينتفع به الناس من بعدك ويجري لك ثوابه بعد مماتك. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. بدأ عليه الصلاة والسلام الوقف الذي هو الصدقة الجارية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.